نعم عصام، بالفعل جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة عاد إلى اليمن صباح اليوم في زيارة هي 12 من نوعها إلى اليمن منذ بدء الانتفاضة الشعبية. جمال بن عمر في هذه الزيارة كما صرح فور وصوله سيبحث في ترتيبات الحوار الوطني مع مختلف الأطراف اليمنية، والترتيبات أيضا لانتخابات 2014، وأيضا مسألة جمع بقية الأطراف على النقاط الخلافية قبل بدء مؤتمر الحوار الوطني. عندما نتحدث عن ترتيبات الحوار عبد الله، هذا يعني بأن الأرضية ما زالت غير قابلة للوصول إلى اتفاقية، إلا إذا كان يعني جمال بن عمر يمكن أن بالفعل هو كذلك عصام. فأين دور جمال بن عمر وكيف هناك يستطيع؟ هناك خلافات خاصة، معذرة عصام لدي مشكلة في الصوت، تفضل. أتحدث عن دور جمال بن عمر في إيجاد الأرضية اللازمة لإطلاق هذا الحوار. على كل حال، الأطراف اليمنية أبدت اشتراطات، وأطراف أخرى أبدت بعض الملاحظات، لكن المشكلة الأكبر تبرز في مواقف مختلف القيادات الجنوبية، خاصة بعد رفض علي سالم البيض نائب الرئيس سابقا وهو الرئيس الجنوبي السابق للمشاركة في الحوار، إضافة إلى رفض فصائل معينة في الحراك الجنوبي لمبدأ الحوار من حيث مبدأ المشاركة. البعض أيضا يصر على أن لا يشارك في الحوار ويصر على مطلب الانفصال، والبعض يوافق على أن يشارك في الحوار في إطار الاعتراف بالقضية الجنوبية والنظام الفيدرالي يعيد الاعتبار والمظالم للشعب في الجنوب. لكن أيضا الحوثيون وأطراف أخرى والشباب، لا تنسى عصام أن الشباب الآن دخلوا في إشكالية كبيرة. كنت يوم أمس في حوار مطول مع وزيرة حقوق الإنسان وهي مسؤولة لجنة الاتصال الحكومية للتحاور مع الشباب، شرحت لي أن بعض الأطراف الدولية المشرفة على المبادرة الخليجية قدمت ملاحظات حول من سيشارك من الشباب. الشباب الآن يقولون أنه ليس من العدل أن يشارك بعض الشباب المحسوبين على النظام السابق وهم متهمون بقتلهم والتحريض عليهم كما يقولون، أن يشاركوا جنبا إلى جنب بنسبة متساوية معهم في ذلك الحوار. ولذلك جمال بن عمر سيبحث في تلك الإشكاليات ليهيئ الأجواء لدخول كل الأطراف في الحوار، وربما يبدأ طرح الأساسيات والمعطيات الرئيسية لموضوع الانتخابات المزمع تنظيمها عام 2014. قبل الوصول إلى انتخابات عام 2014 عبد الله، التمرد على قرارات الرئيس لا يزال مطروحا بقوة. قبل الحديث الخليجية والذين وقعوا عليها، هؤلاء الأطراف ألم يوقعوا على الاتفاق وهذه المبادرة ومن ضمنها الدخول في الحوار؟ بالفعل لدينا عصام، لكي نميز، أولا الأطراف التي وقعت على المبادرة الخليجية هي المؤتمر الشعبي الحاكم حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحلفائه، ثم أحزاب اللقاء المشترك وحلفائه، لكن هناك أطراف لم توقع كالحوثيين والحراك الجنوبي والشباب المستقلين، ائتلافات كثيرة، وأيضا تيار السلفيين. أطراف أخرى تقول إنها غير ملزمة بتلك التسوية، ولذلك لا بد أن تهيئ لها بعض المطالب والاشتراطات قبل أن تشارك في الحوار الوطني. ولذلك هذا التنوع الذي ربما يصل إلى حد الفوضى السياسية، إلى حد الفوضى المطلبية، قد يعيق بدء الحوار الوطني رغم التصريحات المتفائلة للجنة الاتصال الرئاسية. عبد الله غلاب مراسل بي بي سي من صنعاء، هذا ما سمح به الوقت. شكرا لمشاركتك معنا.